with you Ms. شيماء منير. Welcome everyone. مكملين مع بعض حلقات التأسيس اللي اتفقنا عليها. النهاردة هنتكلم عن verb to be فعل يكون. الفيديو ده بطريقة مبسطة وسهلة جدا ان شاء الله هيعجبكم. Okay, let's start. هنتكلم النهاردة عن negative question and short answer. هنتكلم عن جملة منفية والسؤال والإجابة عليها بshort answer. Okay, let's start. مبدئيا محتاجين نعرف الأول verb to be بستخدمه امتى. We can use verb to be to talk about nationalities. بستخدم verb to be لو أنا هتكلم عن الجنسيات. Okay. For example, على سبيل المثال لما أقول they are American. They are American. هم يكونوا American. They are American. Okay. تاني حاجة بستخدم verb to be لما عاوز أتكلم عن description, عن الوصف أو الجوبس أو الوظائف. Okay. For example, على سبيل المثال برضو لما أقول She is a doctor. She is a doctor. هي تكون طبيبة. أنا هنا وصفتها أو ذكرت وظيفتها أن هي تكون طبيبة. Okay. أو she is a teacher. We usually use full forms in formal writing. عادة بنستخدم الكتابة المطولة لو أنا بكتب خطاب رسمي. تمام؟ لو أنا بتكلم حد رسمي فبكتب كلام مطول. زي ما بقول I am American. شايفين؟ الأم جات ورا الأي صريحة. ما قلتش I am. قلت I am. I am. لكن أنا بستخدم contractions الاختصارات في المحادثات. Okay. For example برضو على سبيل المثال هنا لما أقول يبقى أنا بستخدم الاختصارات في المحادثة. Okay. لما أقول he isn't American. اتنين بيكلموا مع بعض اهو. He isn't American. شايفين ما قلتش he is not. لا أنا قلت he isn't. اختصرت فيها عشان هي محادثة. طيب تشوف مع بعض بقى be in question and short answer. بي في السؤال والإجابة عليها بشورت answer إزاي. Let's start. Are you American? هل أنت أمريكي؟ Yes, I am. أيوة أنا كذلك. Are you American? سألت أهو. هل أنت أمريكي؟ أيوة أنا كذلك. She isn't a teacher. طبعا she is not a teacher. She isn't a teacher. She is very good. She is a doctor. Be in short answer. Be بقى لما عاوز أجاوب في short answers we have two ways. عندنا طريقتين اتنين. يا إما أجاوب في positive answer في المثبتة وهنا في الإجابة تبقى yes. Okay. Yes. أو عندي negative answer الإجابة بالنفي ودي تبقى no. Okay. يبقى أنا عندي two ways. Positive and negative. Yes or no. Okay. For example هنا هو لو سألت Are you American? أنت أمريكي؟ Yes, I am. ممكن أقول أيوة أنا أمريكي or no, I'm not. لا أنا مش أمريكي. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. Thanks for watching and see you soon. Bye. Thanks for watching and see you soon. Bye.